النهارده قررنا تبقى الحلقه بتاعتنا حلقه خارجي، ويمكن تكون حلقه مختلفه تماما شكلا وموضوعا، لان ضيفتنا النهارده يمكن امتنعت عن الظهور الاعلامي سنوات طويله. امتنعت عن الظهور الاعلامي لانها بتحترم نفسها وبتحترم خصوصيتها عند الناس. قررت انها تختفي وتترك اثر عند الناس، الصوره الجميله اللي شافوها بيها. الفنانه الكبيره اللي بتكلم عليها هي الفنانه الرائعه زبيده ثروت، اللي قدمت تاريخ حافل جدا في تاريخ السينما المصريه، ومحدش يقدر ينسى اجمل اعمالها ومع كبار الفنانين. احنا النهارده موجودين قدام بيتها هنا في المهندسين عشان نقول لها شكرا وميرسي على اللي انت قدمتيه لتاريخ السينما المصريه، ونحاول ان احنا نقدم لها ولو كلمه شكر واحده، وبنهديها درع تكريم من قناة الحياة على مشوارها الفني الطويل الرائع. لحظات ونكون في منزل الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت. مساء الخير مدام زبيدة، موجودة؟ طب تسمح لي ادخل؟ اتفضل. احنا زي ما قلت لكم احنا هنا في بيت الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، ويمكن انا اظن ده أول مرة حد يخش بيتها، وأول مرة حد يعني يشوفها من عن قرب ويتكلم معاها. زي ما قلنا احنا بنحترم خصوصية هذه الفنانة الكبيرة اللي هي حريصة جدا على ان دايما تظل صورتها الجميلة العالقة عند الناس هي نفس الصورة الجميلة اللي شافوها بيها في اخر اعمالها السينمائيه الكامله. من جلات مجله الجيل الجديد لقيت مسابقه اجمل فتاه في الشرق، قالت لي راح ممكن تجيبي لي بكره صورتك؟ قلت لها والله هقول لماما. فرحت لماما، ماما قبل نعيمه عايزه صورتي. فماما قالت لي ليه؟ لا ماما شديده مش زينا في خيبتنا عربينا ولادنا الدلع. لا انا كنت قبل عريقي من الخوف من امي وانا يعني كنت بتخافي من ماما؟ احترام. انت كنت كم اخ وكم اخت؟ انا كنت اخ، انا وحكمه اختي الاول توأم توينز، وبعدين ماما جابت صلاح اللي هو صلاح الله يرحمه اللي مات من 8 اشهر، وبعدين جابت علاء وكمال توأم. ايوه علاء مات وهو عنده سنه ونص تقريبا، اخد مرض من الدجا اللي كان في البيت يعني. انها كانت قده قالوا نزل معويه واخذ منه نفس المراه. فكمال بقى ماما واحنا، هو انا اكبر من كمال وعلاء وحكمه، يعني انا وحكمه اكبر منه 7 سنين ونص بالظبط. فماما قالت لنا كل واحده فيكم تاخد واحد هي مسؤوله عنه. فانا رحت ماسكه ايه في كمال. ليه؟ كمال كان كده ابيض وكربوزه كده، واول والوحيد اللي عينيه عسلي، كلنا عندنا فتحه. على فكره انا عايز بس اقول لك حاجه، انت عينيكي ما شاء الله من الجديده لسه بقول لكم كله شايف عينين حضرتك زي ما هي في الصوره، يعني السادة المشاهدين شايفيني، انتم مش شايفين وش مدام زبيده، بس انا عايز اقول لحضراتكم وشها تقريبا زي ما هو، وعايز اقول لكم عينيها زي ما هي. عندك كام بنت مدام زبيده؟ 4 بنات ما شاء الله. معايا 4 بنات. وعندك كام حفيد؟ عندي 5. انا اظن في بنت من بنات حضرتك متجوزه ابن الاستاذ حسين عبد القدوس. رما رشا. وعندها محبوط ابن يعني ولدين، محبوط ومبادا يعني. واحد اسمه طارق بيقولوا طاقو، انا طاقو. وفي احمد برضو، احمد عبد القدوس ابن بنقوله بوبو. والاثنين بيدرسوا في امريكا. واحد بقى حاجه غريبه، العرق بيمد لسبع جد، الحكايه دي مظبوط. اللي هو احمد اللي هو بوبو، بنقول له بوبو، بنبلعه لان انا مربيه، انا جدته يعني. طلع بيحب المسرح والسينما والتلفزيون، شيء غريب. خلص الدراسه في الجامعه زي ما مامته وباباه عايزينه، وراح متجه بعد ما خلص الدراسه على المسرح. ويجي لما يقعد معايا يحكي لي يعني، قلت له بيقعد حاجه اسمها مارلون براندو. قلت له في يوم من الايام مش هتبقى احسن مش مارلون براندو، اورسون ويلز نفسه. يعني كمسرح يعني. انت فعلا بتنتسبي للعيله المالكه حضرتك؟ انا امي اسمها الاميره زبيده حسين كامل. يعني انت حفيده السلطان حسين كامل؟ امي تبقى بنت. بس انت كنت خافيه الخبر ده قبل كده؟ عشان انا طلعت
يعني طلعت السينما في 52 53 انا مولود 14/6/40 انا عمري ما خبيت سني. ف 52 كان عندي 12 سنه طلعت الثوره واحنا من عين الملكه. وبعدين جم كمان اخ طلعوا لي وقت كبار اللي هم اكبر طلعوهم معايش. يعني انا ابويا طلع معايش عنده 40 سنه. كان انا فاكره الكلمه اللي قالي كان عندي 12 سنه لما قال النادي ما بقاش نادي الا لما بقى 40. ازاي يبقى 40؟ يعني احسن انسان بالعطاء. الراجل بيبقى بيجي ال 40 مش الاب ال 40. فهو غلطه عبد الناصر من الغلطات اللي غلطها يعني انه طلع اللي هم الناس اللي الاكفاء. ايوه كده. انت ما كنتيش بقى سعيده بالثوره طالما انت من عيله مالكه يبقى اكيد كنت. لا لا انا ما كنت ما لسه صغيره في مخي. انا اللي كانت زعلانه امي لان امي هي اللي اتصدرت. انا مع فلوس انا ما مش المال. صدروا كتير من فلوسكم؟ طبعا كل فلوس ماما الكبيره اخذوها. امال ايه؟ يا لدرجه انا فاكره لما جم عشان يشيلوا لقيت الكرسي من صدر امي. يعني درجه بقى يعني كان كتير يعني عمل كتير عمل كتير. يشيلوا صورة الكرسي من سنة. ايه الكرسي معلقة يعني هي ممكن حد عشان يأممها يشد السلسلة. لا مش شد لا لا مفضل في السلسلة اللي في رقبته. اللي في رقبته. ضلعت بطريقة كان بيقولوا عليها التكمجية والحاجات. التكمجية. حاجتها ودي حاجتي ونسق معها. هما بنت ناس متربية يعني مش هتخدي حاجة. قالوا لها ولا مش عارفة ايه ولابسة قواش ايه. والحاجات اللي في ايدك كانت منهم ايه الكرسي. فاخفيت انت اللي يعني فيلم بتاع رد قلبي ده فعلا مظبوط. مريم وشوف سرحان لما راح اخذ حاجتها هو اللي جاب لها السلسله. فقالت له الحاجه الوحيده اللي مش هديها لك دي لان هو اللي جابها لها. فيوسف سيدايا عايش الفتره. عايش كان من ضباط الاحرار. فاخفيتي حضرتك انك انت ما مش انا اللي اخفيت ابويا اللي معلم. اخفى. انا كنت خاطر يعني اي عقد بيتعمل بابا اللي انت بدات. انا ولا في دماغي. انا عايز يعني هل كان ممكن ياثر على شغلك لو اتعرف انك انت من العيله؟ ما اعرفش اعرف منين. لكن لما كبرتي بقى حبيتي ولا كرهتي؟ انا من الناس اللي حبيتهم قوي ما حدش هيصدق حسني مبارك. حسني مبارك انا حبيته قوي قوي حاجه بتاعت ربنا يعني كفايه. يعني انا كنت عايزه اوصل للمستشار اسمه ايه؟ عدلي منصور. كان نفسي اقابله اقول له الله يخليك سيبه حسني مبارك بقى في حاله. كنت نفسي اروح ادوره في المستشفى. يعني أما يعني راجل حكمنا 30 سنه قاعد معاش معايا 30 سنه في البلد ماليش دعوه بتصرفات حد غيره بتكلم عنه. وكان كل الناس تعرف بتحب ايه في حسني مبارك. بتحب ولادي ومراتي ماما بتحبه اول ما يجي تلفزيون وتروح تتفرج. مش حاجه بتاعت ربنا انت عارف لما حد يشدك. فحتى مره احمد عبد القدوس جاي وحط ايد ورا كنا في المنصوريه عنده فيلا بالبنزين. بعدين عبد الحسين هناك فدخل قال يا زبده زبده. بيدلعوك يا زبده؟ كلهم يقول لي يا زبده. هو لا هو الوحيد يقول لي يا زبده. ولادي زبده والاحفاد يا ماما زبده. هو اللي يقول لي زبده لان ما فيش فرق يعني فرح مش كبير بيني وبينه فيقول زبده. الكتف يقول لها طنط او حاجه. فيقول لي هو ده راجل محترم وظريف جدا ومحمد. يا سلام على محمد. يا سلام على محمد عبد الله. لا لا جميل لا لا هو على طول يعني من بعد ما عرف ان انا عيانه يوميا يكلمني. ايه سلامتك عيانه بيه؟ ما انا كنت بحكي لك دخلنا في موضوع طلعنا موضوع. معلش الحوار جاي في بعضه. بس انا لسه فاكر موضوع مجله الجيل هرجع لها. بس فدخل احمد ماسك حاجه ورايا. انا جبت لك معايا هديه كده. قلت له النبي جايب لي ايه؟ قلت جايب لي احمد. وماما فرنسا جايب لماما ايه؟ وراح مطلع لي صوره حسني مبارك كبيره بالالوان. فرحت اخذتها وفرحت. اي نعم ما علقتهاش لكن فرحت انه فكر ان انا حاجه. بتقولي انك انت عيانه سلام. فكلمت انت لما جنبي اليمين جايه انام على جنبي اليمين في ظهري مش عارفه انام حاجه بتوجعني وانا من النوع المهمله قوي يعني. فمين جاب لي الدكتوره زي بنتي اسمها ماما هجيب لك مره جالي في الواندا حاجه كده. فلقيته راجل غريب بيحبني قوي 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 يا فنانتنا ما قوليش غير يا فنانتنا العظيمه. فلما انا ظهري وجعني ما بطلبش لك ابدا لما لازم اكون يعني تعبانه قوي عشان اطلب دكتور. انا يعني انا اقوم اتكلم واجيب دكتور لنفسي لا. لكن انا لو بنتي جالها شويه انفلونزا ولا حاجه مش هجيب دكتور اجيب 10 حاجات كده. فروحت مكلمها
فقال لي انا جاي لك على طول اتخض. قال لي جاي لك. فقال الدكتور جاي لما جه اتابني قال لي انت خدت كبريت. كنت من التخن قوي يعني تخنت من ولاد وقعده البيت واطبخ لهم واعمل لهم وفرحانه باحفادي بقى فرحانه بيهم. اني ما مارستش الامومه في بناتي مارستها في احفادي. فقال لي ليه خدت قوي كده ليه؟ قال لهم بتعمل اكل واكلها جميل وبتطبخ حلو ويعني ما تعملش حاجه تطبخ اللي هي بتعمل اللي هي الاكله. يعني مش اي حاجه عشان اطبخ اي يلا عشان الناس تاكل. لا لا ما عنديش دي. يا عم حاجه بمزاج قوي يا ما اعملش. فقال لي مش اللي كده؟ قلت له ما اعرفش. قال لي طب قومي خش. دخلني اوضه النوم كشف عليا. لكن كان في ايه يا دكتور؟ قال لي لا حاجه بسيطه مش حاجه. بس راح ياخد عيال تعمل تحاليل كاش طول بعرض تحاليل قد كده. اخدوني وان الدكتور اسمه عبد القادر ياسر عبد القادر استاذ الاورام وقال لك تعمل كذا 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 برضه نفس اللي قاله الدكتور رضا. الدكتور رضا يمطني تعمل كذا كذا كذا. اخدوني بقى من هنا اللي هي المستشفى والتحاليل وحاجات والثلاث ساعات دخلوني مكانها. حتى المستشفى اللي بتاعت لطفة الحمامة الدكتور زي العسل طبطب عليا قال لي انت في المستشفى بتاعتك وانا الدكتور من الخليج والظهر بقى قعدوا يكتبوا. هم لقوا ورم في الظهر. تمام. الدكتور ياسر وراح الدكتور برضه تاني مش فاكر حاجه اسمها حاجه عبد العظيم والدكتور النور شفته اللي هو بقى اللي بيعمل عمليه. فانا قلت لهم انا لو عايزين تعملوا عمليه انا زبيده ثروت في بلدي لكن بره بلدي ولا حاجه ولا حاجه زي غيري. فهمت؟ فاعملها في مصر. صرت تبطل السيجاره 10 ايام. فانا بطلب من كل ام واب وكل شاب من فضلكم حد يكذب عليه بالسيجاره يبقى بيكرهه. يعني اللي بيمسك فيها طعم يسيبها طعم. يعني هي مش من المرض مش قادر تسيب السجاير. يعني هي مش بتبقى عاده. يعني بسحب سيجاره من غير ما حد من غير ما احس بتبقى عاده ابقى عاده تخيفها. يعني بحس ان اوحش حاجه فيا هي السيجاره. ومش بدعي على اللي علمني السيجاره ولا عطاني السيجاره. اللي بدع السيجاره. اللي فكر يعني بس انت المفروض النهارده تعبانه المفروض ما تشربيش سجاير. خصوصا لو قاعده لوحدي بشرب. يعني اهو انت قاعد معايا ما شربتش غير اول ما جيت انت شفتني بشرب وتعبت. انا عارف انك هتقدر. خلاص بقى اديك عشان قاعده وبتكلم معاك وما شربتش. لكن لوحدي كان زماني خلصت العلبه. طب ودلوقتي العلاج ماشي ازاي؟ طمنين عليك الناس كلها نفسها تطمن عليك. الامور احسن دلوقتي؟ وبعدين بنتي دي اللي جابت اجلي بقى. بنتي الثالثه اللي هي رقم ثلاثه مها جوزها عايشه في امريكا وجوزها واحد مهندس كمبيوتر في امريكا ابن حلال قوي قوي هاني عايز من اخر عايشه في امريكا جالها ورد وطنطا جالها كانسر. حبيبتي اتعذبت جامد 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 وهي ربنا يا رب امريكا واكبر دكاتره في امريكا واكبر وكانت كريمه كريمه ما فيش بني ادم ما كانش يحبها. دي بقى كانت مش ممكن يعني ما دي لو تشوف بقى المدرسه اللي كانت فيها في اسكندريه كانت في اسكندريه لان ما خلفت ام انا بينه وبين واحده بين ريم ورشا. يعني عيد ميلاد ريم اسبوع رشا. ايوه بين رشا وبين مها سنه و15 بين مها واسمك سنه و15. لكن دلوقتي علاجك انت ماشي ازاي يا مدام زبيده؟ طمني. لما هربت على اسكندريه يعني بتاخدي علاج كيماوي؟ ما انا بقول لك ما انا لما هربت من اسكندريه بقى وبعد كده جيت جت ريم حياه وجاء احمد عبد القدوس وجاء راس يا عشان يا خاطرنا في دكتور اسمه تامر النحات مع الدكتور عبد القادر ياسر عبد القادر معروف. روحي طب اتكلمي مع قلت لهم لا دكتور ياسر بيقول لي بطل فجاء انت اللي قلت لي يا احمد. قال لي طب هتروحي عند دكتور تامر النحات. فالحقيقه رحت حاجه بتاعت ربنا خلتني اقوم البس واروح زي ما انا بعملي كده ولا ما عندي ولا مكياج ولا شعر ولا زي ما انا كده في اشيل هدوم البيت واروح لابسه اي فستان. انت مش محتاجه مكياج يا مدام زبيده. انا والله ما انا طول عمري مش محتاجه. لا انا عمري ما حبيت المكياج ولا احب البواريك ولا احب الحاجات دي ما احبش. ما احبش احط حاجه في الدايه ما احبش حد
يعني اصل حضرتك دايما كنت دايما نموذج للبراءه والجمال والطبيعيه. احب ابقى على طبيعيه وعلى طبيعتي ومع الناس على طبيعتي. لا لف ولا لف ولا دور ولا. والدكتور تامر قال لك تعالي. والدكتور تامر انا اتفاجئت لما شفته صراحه. راحت معايا مراته بنت مرات احسان مرات احمد يعني، وراحت اسمك، وكانت ريم عند بنتها في دبي، بنتها اللي هي حبيبتي كبيره بقى، وراح عياد جوز ريم، راحوا الثلاثه. احمد عنده بيبقى مكتب مش قادر. انا اتفاجئت الدكتور تامر وانا داخله لقيته بفتح يعني بيفتحوا لي الباب، قالوا لي الدكتور تامر مستني حضرتك، مستمع الدكتور يعني دكتور بقى كبير في السن وقاعد على المكتب. لقيته ده واقف من عند الباب وراح حاضني حته حضن بحياتي ما حد حضني كده. وبصيت وقلت له انا ارجعت حاجه، قلت له ده انت مالك، ده انت الدكتور صغنون قوي. وفعلا صغير عنده 47 سنه ومراته دكتوره، وقصدي مامته دكتوره كمان. بعدين ضحك وقعد وقعد يتكلم معاهم وكلم معايا وقال لي وساب بقى كل التقارير وكله التحاليل الاشعه كله 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 قدام. قلت له قال لي في ناس، قال لي يعني انا هقول لك على العلاج، لو امي هي العيانه هعمل يعني عليك بنفس العلاج. وهو بيحضني قال لي انت امي الصراحه. الراجل جميل جميل. قلت له ما ممكن اسالك كم سؤال؟ هو الاول قال لي في ناس يحبوا يقعدوا يوم شهر شهرين ثلاثه قبل ما يفكروا يعملوا العمليه. انا قلت له لا، لو عايز تعمل عمليه الصبح اعملها. قال لي يا سلام. قلت له الصبح؟ قال لي الدرجه دي؟ قلت له انا ولا يهمني ولا خايف ولا لا كله بامر ربنا، ولا خايفه من الموت ولا كلنا هنموت، ولا انا بس يمكن اخاف عشان هنقابل ربنا وفي حاجات المفروض اعملها لسه ما عملتهاش نفسي اعملها حاجات كده. قلت له قال لي ضحك وقال لي خلاص يوم 15 أو يوم 16 جاي الدكتور الشبيليه، هنقرر تعمليها في مصر ولا تعمليها بره. ألف سلامة عليكي. وأنت كده يعني إن شاء الله إحنا هنطمن عليكي والناس. أنا ده اللي مخليني ما أطلعش يا أستاذ عمرو. طبعا يا عمرو أنت ابني يعني. طبعا ما أقدرش أطلع في التلفزيون بعد الصدمة اللي أخدتها. طبعا عايز ارجع لمجله الجيل. اكتسحت المسابقه وطلعت نمره واحد وفتاه مجله الجيل. كان فرق بيني وبين الثانيه اجمل مراهقه، اجمل فتاه في الشارع، اجمل فتاه. السينما جت ازاي بقى؟ ما انا لما عملوا مجله الجيل وطلع بيبعتوا صور والناس وكده في نفس الوقت في نفس التوقيت، سبحان الله لما ربنا بيكتب لبني ادم خط حياته خلاص، انت نفس المكان بيتعمل نفس الوقت نفس مجلة الكواكب عملت مسابقة عايزين احلى 10 وجوه للسينما. منهم كانت معايا انا فاكراها تاني راشد اللي هي مرات يحيى العالمي كانت معايا. فمحمد كريم كان موجود، وطبعا بابا خاطر، وبابا كان يسيبني في حته وكان طلع بقى فاضيلي بقى، وطلع المعاش وفضيلي بقى لدرجه لو انا بمثل والله بعمل افلام الاقيه اخو عايز اخش الحمام اعد على باب الحمام خايف لحد يديني ورقه ولا معاد من وراه. شفت انهي درجه؟ كان صعب شديد جدا. بس فمجله الجيل بقت يتخانقوا هي ومجله الكواكب الاثنين يتخانقوا مين طلع زبيده صاروا. فجالي بقى يحيى تهيين عمل بابا يقول لهم مش الذاكره، وهي بتذاكر المدرسه ما فيش، كنت في مدرسه يعني. استاذ يحيى شاهين كان اول واحد بيعرض على حضرتك؟ اول واحد بالصدفه جالي وايه قال له في الصيف. في الصيف كان بيعمل فيلم عمل عقدين يعني عمل قال له عايزه فيلمين. بالصدفه كان بيعمل فيلم الملاك الصغير حسين حلمي المهندس. ايوه بعدين حسين حلمي المهندس شاف لي صوره في الكواكب مجلة الكواكب بيصوروا صور فوتوغرافي الصحفيين فوتوغرافي يعني، فلقوا مصورين بس عينيا مش كلك يعني، راح واخد صورة عينيا ما شافش الصور التانية الراجل. فراح قايل كان بيعمل ملك الصغير، فجاب يحيى حسين راح قايل له
تجيبوني صاحبه الصوره دي تخينه وقصيره مكعبره. انا عايز العينين دي. انا عايز صاحبه الصوره اللي عايز العينين دي. وعمل الملاك الصغير جابوني. عملتي الملاك الصغير وعملتي كمان دليله. وبعدين الملاك الصغير دليله بقت كان تيست. تيست اللي ايه؟ لما روح عمل المسابقه بتاعت اجمل 10 وجوه في السينما انا وحتى وتاني الحته الصغيره اللي اول مره كنت شفته في حياتي شادية وعبد الحليم اول مره في عمري شفتهم. كان في الفيلم ده وانا كان بابا يوديني في اسكندريه معهد طلياني اسمه بيكي للرسم. لما قالوا لي حتى قبل رسمت صوره شادية وصوره عبد الحليم وبابا قال له ده بس ده كان اول لقاء بينك وبين عبد الحليم حافظ. كان اول مره بس ما يعني فين بقى عبد الحليم وفين شادية وانا يعني من سما رسم رجال عيله خالص. واول مره لبسوني في السمنه وتوريه واول مره لبسوني جزمه بكعب حاجات كده يعني ما جايب بنت من المدرسه بابا ما فيش. انتوا ايه جايبين لي برنسيسه بصوت عالي محمد كريم. وبابا راح متضايق وبيزعق كده انتوا جايبين لي برنسيسه عليا. بابا قال له ايوه انت فاهم ايه هي برنسيسه وبنت برنسيسه. بابا بقى اتخلى عليا وقال مين قال له اللي هو فلان. بقى جاي يتقسم له جت شادية وعيطت حتى وقالت لي كده طبطبت عليا قالت لي انا محمد سليمان نجيب ضربني بالقلم فما تزعليش لما شخص فيكي محمد كريم من انت انت برنسيسة عم كده بدايه. فانا اتخذت عيطت فقالت لي سليمان نجيب وانا ما اعرفش حتى مين سليمان نجيب يعني مش واخده بالي عيله خالص كمدير الاوبرا سليمان بيك نجيب. كده لما بقيت اشوف افلامه وكده بحب راجل عظيم وعمل غزل البنات عمل افلام عظيمه وكانت تحيه كاريوكا حتى مريم تتنا مريم التمثال وصوره سليمان نجيب جنبها كلها ايه. طب مستنى مريم ربنا كان قال في القران اوكي انها طب سليمان نجيب ليه؟ لا سليمان نجيب احترمه جدا. بعدها عملتي بنت 17. بنت 17 انا واحمد رمزي. ده كان اول لقاء بينك وبين احمد رمزي. ده ابنناس اخر قوي قوي ده ماله ده بس كان دون جوان السينما لا 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 بادب بادب مفيش مسخره لا لا انت اخر قبل لا لا لم يتكرر. لا هو كان يقعد يحكي لي على مش مع يعني بره السينما لكن جوه السينما يحترم كان يقعد يحكي لي حاجات تضحك يعني. واللي كان يحبني حبه وطلع حسن صبحي فرحات على الملأ في التلفزيون حسن رياض. حسن رياض اول ما طلع التلفزيون طلع جابوه قالوا له بتحب مين؟ الناس ما هيقول فلانه فلانه مين اللي بتعجبك؟ قمت بيضا طرد بيضا طرد بيضا طرد ورا بعض. المذيعة سكت فجأت وراح حسدهم في صبحي. ما انا بصيت لقيت صبحي وانا بتفرج راح قايم قافل التلفزيون. طب فين وليه؟ وسنة 60 عملتي مين اللي كان ظريف قوي في القعدة معايا؟ خليك تموت على نفسك من الضحك وعبود عبادة محمود النبيكي. يا سلام. والله طبعا ده مش ممكن يعني خليك تقع من طولك. انا عارف. من خفة دمه. مرة وانا بعمل حب الضايع كنت جايبة ولاعه في منير دهب وحطها في اوضه المكياج اتفرقت ما اعرفش مين اخر كان طالع في دور والدك. اتفرقت مني ولا وخلاص زعلت شويه ومين دوروا المكياج يدور ما مش لاقينا خلاص راح. وبعدين في لقطه المفروض دمه خفيف مش ممكن في لقطه المفروض ان انا بعرف رجع ابدا مع سعاد بيخوني وعندي صديقه ليا الحب الضائع فبشتكي لابويا المفروض هو محمود من يجي بترمي على التتر وبعيط اني عيط ابدا. يقول لي يا بنت ما تعيطي. اقول له مش عارف اعيط. قال لي افتكري ولعتك. مش ممكن افتكري يا بنت ولعتك. افتكري ولعتك وعيطت على ولعتك. دمه خفيف عنك. انت اتجوزتي في سنه 61 المنتج اللبناني صبحي فرحات. مظبوط؟ للاسف. وانجبت منه؟ للاسف. ليه للاسف ليه؟ هقول ايه؟ للاسف انت عدلت جامد عدلت كتير قوي قوي واستحملت عشان انا بنت ناس شوف ابن الناس ما تخافش منه يستحمل اي حاجه لكن
لما توصل الاهانه لكرامتك صعب، والمين من احد 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 الناس هيك. طب هل جواز الفنانه بقى زي ما تصرف من المنتج صبحي فرحات هو زواج طبيعي المنتج اللي بيتجوز فنانه؟ لا يعني لا يعني انا مثلا قصه جوازي ازاي؟ مين حبني قوي وانا حبيته؟ عبد الحليم حافظ في السينما. عبد الحليم حبك في السينما ولا حبك في الحقيقه؟ في السينما وفي الحقيقه. وفي الحقيقه؟ واحنا بنمثل فيلم، واحنا بنمثل فيلم يوم من عمري. عندك بأمر الحب، عندك تمثيل. طب عبد الحليم؟ المهم عبد الحليم راح لبابا. عايز يتجوزك؟ ايوه راح لبابا. بابا كان رده ايه؟ بابا رد كده زي الاثر. انا ما اتجوزتش بنتي مغنواتي. والله قال له كده. وانا ما اعرفش لا من بابا ولا من عبد الحليم. طب عبد الحليم ما قالكيش ان هو ولا ده قال لي ولا ده قال لي. يعني مفترض واحد قبل ما يتجوز ولا ده قال لي ولا ده قال لي. يروح يقول لها؟ رايح يسال لما رايح يشوف ممكن يزودني ولا لا؟ قال له كلهم بيقولوا ابوها مش هيوافق، هيقول لي انا ليه؟ هو كان بيبان ان ياخدني ساعتها يزيد ممكن في المكتب بتاع اسمه ايه اللي تحت رمسيس نجيب تيجي عبال ما يعملوا الشوط تيجي ناخد عربيه نتمشى فيك شويه الاقيه بيغنيني. يعني الفيلم لكن احترام يوم من عمري ده لكن قصه حبك عبد الحليم او قصه حب عبد الحليم ليكي بدات قبل فيلم يوم من عمري ولا لا مع لا فيلم يوم من مع عمري؟ مع فيلم يوم من عمري. مع اول نانا الشخصيه الجميله اللي الناس حبتها جدا وكان معاكي الاستاذ عبد السلام النابلسي وكان معاكي مدام سهير البابلي. بدايه الحب امتى بقى؟ في اول يوم في التصوير؟ لا 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 مش اول يوم، احنا قعدنا سنه. سنه تصور الفيلم؟ سنه نصور الراجل يا حبيبي قلت له انا بحبك. بتحبه لكن مش قادر، لو هو من ادبه مش قادر يقول لي انا بحبك وانا عيان فمش قادر يعمل حاجه. طب عبد الحليم ما قالش لحضرتك ان هو عايز يتجوز؟ عرفت غير بعد ما اتجوزت. بعد ما اتجوزت؟ اه والله. وبعد ما خليت كنت ابتديت احب صبحي وابتديت احب حياتي وبناتي ابتديت اخلي. طب لو كانت قدمني كنت هتوافقي عبد الحليم حافظ؟ يا سلام كنت اوافق ونط كمان. ده انا بطلب منك وصيه ما تدفنيش غير عند عبد الحليم. مش عايز تدفن، انا عندي مدفن ابويا. بس غريب قوي يا مدام زبيد تقولي لي انا بعد الشر عليك اذا حصل لك حاجه تدفني مع عبد الحليم حافظ. اه لان قد كده بتحبيه لغايه النهارده؟ اه قوي قوي قوي. وعندي احفادي يحبوه وعندي جوز بنتي تعالى حياتها يعبد عمان. يعني افهم من كده ان يوم من عمري الفيلم ده كان قصه حب عبد الحليم وزبيد. وانا سمعت خبر حاجه جن ان عبد الحليم حافظ قبل ما يموت قال لهم لو مت حطوا صورة زبيدة صارت في بتاع المدخل بتاعه. طب لما انت اتجوزتي اتصالك بعبد الحليم انتهى؟ لا كان على طول بيكلمني وبكلمه، وحتى انا وحد من صحاب العماره عندي انه مهندس منهم من صبيان من عائله شروش مامته الله يرحمها مامتي يعني كلمتني قالت لي يا مدام زبيدة ممكن تكلميني عبد الحليم عشان خاطر يعمل لنا الحفله الفرح بتاع ابني وكذا وكذا وتشوفيه وجدانه تخليه ينزل لنا شويه في الازهر. قال يا زبده ده انا عامله لك ببلاش لو هم صحاب في الدرجه دي. بس الاغاني كلها كانت حلوه، فاكره ايه من اغاني عبد الحليم؟ كفايه امر بامر الحب دي كفايه. دي كفايه من احلى افلامي صراحه، من احلى. شوف الله يرحمه عاطف سالم ده كان ذكي جدا. وغنى لك بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ عاطف سالم ده كان مخرج هايل وذكي. اما عمل يوم من عمري بعد كده بعد ما اتطلقت من صبحي عمل لي فيلم فريد الاطرش. هروح دلوقتي بس انا عايز اقف عند عبد الحليم يوم من عمري ضحك وجد ولعب وحب. الاغنيه الجميله اللي صورتوها في الملاهي. احنا انا وهو واخدينها يعني حسيت الناس اللي بتتفرج حست ان فعلا الناس دي بتحب بعضها بجد. بنحب بعض كزمايل كلعب كلعب كان لسه ده صبحي فرحات بنى ملاهي في استوديو الاهرام عشان بيضا ثروت. لما قال له عشان اصور لبيضا ثروت راح بني ملاهي في الجبرموت والدبدوب اللي في 60 لا بنى يبني ملاهي يوم الملاهي لما لعبت الملاهي دي مبنيه مخصوص مش يعني مش ملاهي موجوده لا 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 استوديو الاهرام في الارض بتاعت اللي هي عيش ايامك عيش ليالي كله كله مبني على حساب صبحي فرحات.
طب ده انت كده انت يعني مصر كلها مش عارف بس حفل حد النيل الملاهي عبد الحليم حافظ عايز يتجوزها يعني ما طبعا تستاهلي بصراحه مدام زبيده زارت تستاهل القمره دي اللي طالعه يعني والشخصيه الجميله. ايه ذكرياتك تاني بقى في عشره الفراخ مثلا وانت بتصوري بنت المليونيره برجي؟ جهاز المخابرات في احد الافراد اللي فيه من الضباط كانوا بيحاولوا يضغطوا على الفنانات عشان مجنون. احكي لي ايه اللي حصل. ده حبني حبه كان عندي اتجوزني وقلب الدنيا في ليه؟